كريستوس أنست. كل سنة وأنتم طيبين. إحنا النهاردة أول مرة من بعد العيد نتقابل، ونعمة ربنا برضو يتزامن أن إحنا نبدأ في سفر جديد. واخترت لكم سفر نشيد الأناشيد. السفر ده عليه كلام كتير، فأرجو وإحنا بندرس ناخد بالنا عشان نبقى فاهمين النصوص بتاعته قصدها ايه. الحكيم ما بس في الملوك الاول ذكر البلاغة بتاعته والشطارة في انه بيألف حاجات حلوة جميلة. لكن هذا النشيد اللي هو موجود في الكتاب المقدس اسم نشيد الأناشيد، زي ما نقول رب الأرباب، زي ما نقول باطل الأباطيل، أستاذ الأساتذة. فنشيد الأناشيد معناها هو أعظم وأهم نشيد ألفه سليمان. طبعا الـ3000 مثل في منهم مذكورين في سفر الأمثال، وفي منهم مذكورين في سفر الحكمة وفي سفر الجامعة. لكن مش شرط كل حاجة كتبها سليمان تكون أحد الأسفار المقدسة. فهذا النشيد هو قمة أناشيد، ويسموه كمان قدس أقداس الكتاب المقدس. بس علشان الناس تفهمه يجب أن يكون هناك في نضج روحي، زي ما قال معلمنا بولس في عبرانيين 5، بيقول لأنكم إذ كان ينبغي أن تكون معلمين لسبب طول الزمان. يعني إحنا بقالنا قد إيه في الكنيسة؟ كل واحد من طفولته. فمفروض الواحد من كتر سمع من وعظات وتفاسير وتأملات يبقى بيعلم اللي حواليه. اللي حواليه دول ممكن يكونوا أولادنا في البيت وأحفادنا وجيراننا. أي طفل يعدي عليا ياخد مني شرح وكلمة فيها فايدة، كبير وصغير. يعني بيقول مفروض أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، ومع ذلك بيعاتبهم، قال لهم ان انتم تحتاجون ان يعلمكم احد ما هي اركان بداءة اقوال الله. وصرتم محتاجين الى اللبن لا الى طعام قوي. سفر النشيد هو احد انواع الطعام القوي. اللي عايز يقراه يكون ناضج، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل. وأما الطعام القوي فللبالغين. حتى اليهود نفسهم كانوا بيمنعوا الأطفال والفتيان إن هم يقرأوا هذا السفر، يقولوا لازم الواحد يكون ناضج علشان يقراه يفهمه صح. الناضجين دول الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. هذا السفر كان اليهود بيقروه في المجمع وفي الهيكل في اليوم 8 من الاحتفال بعيد الفصح. الفصح عندنا اللي هو بالنسبة لنا يوم الجمعة العظيمة، لأن بولس الرسول قال لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. النص اللي قدامكم ده، فالمسيح هو ذبيحة الفصح بتاعتنا. اليهود كانوا بيقروا هذا السفر كله
في يوم الثامن من عيد الفصح. زي ما احنا بنيجي في الكنيسة بنرتب قراءات، كل مناسبة وكل عيد ليه قراءات خاصة بيه. مثلا بنقرأ سفر طوبيا كله في الجمعة اللي قبل أحد التناصير، بنقرأ سفر الرؤيا كله في ليلة أبو غلامسيس، بنقرأ سفر المزامير كله يوم الجمعة العظيمة، بنقرأ إنجيل متى كله في يوم الثلاثة البسخة، إنجيل مرقس كله في يوم أربعة البسخة، إنجيل لوقا كله في يوم الخميس خميس العهد، وإنجيل يوحنا ليلة العيد. كل ده موجود في طقس الكنيسة. فكانوا اليهود يمسكوا السفر كله يقروه في اليوم الثامن من الاحتفال بعيد الفصح. الفصح بالنسبة لليهود هو ذكرى جميلة إن ربنا خرجهم من أرض مصر بعد ما كانوا مستعبدين عبيد، بقوا شعب ليه رئيس وليه أمة وليه كيان، وموسى كان بيقودهم في البرية 40 سنة، وربنا عمل معهم عجائب عظيمة من عبور البحر والمية اللي من الصخرة والمن اللي جاي من السماء. فبالنسبة لهم عيد الفصح هو العيد اللي ربنا بيّن محبته لشعبه وافتقده. عشان كده بيقروا هذا السفر في اليوم الثامن من عيد الفصح، تعبير على إن هم بيحبوا ربنا، لأن سفر النشيد هو سفر الحب. واليوم الثامن يعبر عن الأبدية، وأعتقد دي حفظتوها من كتر ما قلتها لكم. الزمن متقسم أسابيع، فاليوم الثامن معناها بره الزمن، دخلنا في زمن جديد، أسبوع جديد، أو ممكن يكون الجديد هو الأبدية السعيدة. فاليهود كانوا يقروا في اليوم الثامن كأنهم بيقولوا بعد ما خرجنا من أرض مصر وبقى في فصح اللي هو العبور. كلمة فصح احنا بننطقها في اللغة القبطية بسخة، هي نفس الكلمة، ومعناها بالعربي العبور. بعد ما عبرنا من العبودية للحرية ومن الضلمة للنور، في اليوم الثامن بيبقى عينينا على السماء اللي هي الأبدية السعيدة. كان عشان كده من المناسب جدا يقروا السفر ده في اليوم الثامن عشان يعبروا عن محبتهم لله اللي هو برضو أحبه. عشان كده احنا بنقول بلسان القديس يوحنا الإنجيلي: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أول. محبة ربنا ان هو مات من أجلنا، طبعا ده قمة الحب، لكن طول الوقت ربنا بيظهر محبته لينا في من أول ما خلقنا وبيرعانا وبيقدم لنا كل حاجة كويسة. عشان كده احنا بنجاوب ربنا بالحب ان نقرأ هذا السفر. في طقس كنيستنا القبطية سفر النشيد بيتقري كله اثناء عمل الميرون المقدس، لان مذكور فيه اطياب وانواع من العطور اللي بيعطر بيها العريس والعروس، فيبقى الكنيسة هي العروسة والمسيح هو العريس. نحن نحبه لأنه هو حبنا أولا. سليمان الحكيم لما بص على الأرض الباطل الأباطيل، ولما بص على السماء قال نشيد الأنشيد. نفسي دي تبقى جوانا. الأرض بالنسبة لنا هي باطل الأباطيل، وكلمة باطل معناها الشيء اللي ملوش قيمة، شيء ملوش قوة، ملوش لازمة. المسيح لما قال إن كل كلمة بطالة
يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب في يوم الدين. معناها الكلمة اللي ملهاش ثمرة. يعني أنت نتيجة كلامك حصل إيه؟ تقول ده كان هزار، تضيع وقت، دي كلمة بطالة. في العالم جه في سفر الجامعة يقول باطل الأباطيل قال الجامعة، الجامعة اللي هو سليمان، باطل الأباطيل الكل باطل. وسليمان أيضا كان راجل مليان بالحكمة ومليان بالمعرفة، ومع ذلك اتكلم عن المعرفة ان هي برضو مش حاجة بتفرح. بص اقرأ النص يقول ايه. وجهت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل، فعرفت ان هذا ايضا قبض الريح. يعني عايز يقول مهما عرفنا في الاخر قبض الريح دي معناها ايه؟ تخيل واحد بيجري مثلا ورا طائر عايز يصطاده، ومد ايده كده مسكه، مسك في ايده حمامة او عصفورة او حاجة، يقبض ايه؟ الريح. استفاد ايه؟ فقال وجهت قلبي لمعرفة الحكمة، بذل مجهود في انه يدور على الحكمة عشان يعرف ما هي الحماقة وايه الجهل، فعرفت ان هذا ايضا قبض الريح. لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد عارفين. هديكم مثل بسيط. لو واحد وقف يقرأ من قطمارس بيقرأ بلغة عربية غلط والتشكيل غلط وعمال يقول بطريقة حماسية كأنه صح، اللي مش عارف يقعد يقول لك الراجل ده بيقرا كويس جدا. لكن اللي عارف في النحو وعارف طريقه الالقاء وعارف في الاعراب يبقى قاعد متغاظ، يقول لك القرايه غلط، ده كل كلمه من اللي قالها دي تدي معنى عكس اللي اتقال في الكتاب المقدس. فالعارف بيزداد غم، واللي مش عارف الحكايه مش فارقه معاه. عشان كده سليمان قال يعني أنا استفدت إيه لما عرفت كل حاجة؟ خلتني أعرف الغلط صح والناس ماشية غلط، فطول الوقت وأنا متنكد وزعلان من الحاجات الغلط. المعرفة محدش الدنيا يكرهها، بالعكس اتقال هلك الشعب من إيه؟ يبقى المعرفة حاجة مهمة. لكن يبدو أن سليمان الحكيم، الرجل الحكيم المليء بالمعرفة والحكمة، اكتشف في الآخر إن في حاجة أجمل وأهم وأعمق وأثبت وتستمر أكتر من الحكمة والمعرفة، وهي الحب. عشان كده قال عن المعرفة باطل الأباطيل، لكن عن المحبة قال نشيد الأناشيد. احنا مطالبين ان احنا نعرف ربنا، لكن الاهم ان احنا ايه؟ نحبه. في سفر التثنية قال لكي تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك لتحيا. معرفة ربنا كمعرفة معلومات فعلا بتزيد الانسان غم، لانه يدخل في صراعات لاهوتية وخناقات، يضيع عمره ويفقد حبه للناس، وفي الآخر تحس إن زهق من كتر الصراعات فيسيب ربنا ويسيب الأمور دي ويقول لك يا عم أنا ضيعت عمري على الفاضي. بينما اللي يعرف ربنا معرفة الحب قلبه يتسع لكل الناس حتى المخالفين له في الآراء، ويقدر يكسبهم مش يهزمهم، يقدر يكسبهم. لأن الله عندما يدخل في قلب الإنسان يصير القلب مسكن لله، والله غير محدود، فيقعد كده يوسع في القلب لغاية ما يبقى يستوعب كل الناس ويحب كل الناس حتى الأعداء.
وتلاقي الحوار بتاعه مليء بالحب، ما فيهوش عنف، ما فيهوش كراهية، ما فيهوش إهانة، ويستطيع بالحب أن يكسب حتى المخالفين له. القديس ديديموس الضرير قال هناك طريقة جديدة تهزم بها أعدائك، هي إيه؟ قال أن تحولهم إلى أصدقاء. حب أبقى، المعرفة قال عنها بولس الرسول ستنتهي، العلم سيبطل، لكن الباقي معنى هو الحب. وانت اذا دخلت الكنيسة لقيت اب كاهن مليء بالمعرفة لكنه لم يرحب بك ولم يبتسم في وجهك وما رعاش احتياجاتك، هتقول ايه هعمل ايه بالمعرفة؟ بينما العكس، لو لقيت هناك راعي يهتم بيك هتفرح وتعرف ربنا أكتر من الوعظ الكتير والكلام الكتير. سفر الجامعة بيقول لنا باطل الأباطيل الكل باطل، وسفر النشيد بيقول المحبة لا تسقط أبدا. وطبعا الإنسان الذي يحب هيعرف. شوفوا ربنا يسوع قال إيه في يوحنا 14، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. لاحظوا النص ده قدامكم، نمرة واحد عنده وصاياي، يعني وصايا ربنا جوه قلبك، والوصايا معناها سلوكيات أكثر منها معلومات، وكلمة يحفظها معناها بينفذها وياخد باله منها، فدي علامة الحب. الحب أن أنا أسمع كلامه ونفذه. قال واللي يحبني أبي السماوي بيحبه وأنا بحبه وأظهر له ذاتي. أظهر له ذاتي معناها أديله المعلومات بقى، بدل ما تاخد المعلومات من الكتب ومن أفواه أساتذة اللاهوت هتاخدها من المسيح نفسه، لأنك قاعد معاه وهو يكشف ذاته لمحبيه وللنفوس المتواضعة. عشان كده إذا بدأنا علاقتنا مع الله بالمعرفة الذهنية قد نتوه، قد، لأن أحيانا واحد بيبتدي بالمعرفة الذهنية ويوصل للحب يبقى زي الفل، لكن عندما نبدأ بالحب مش هنتوه. إذا بدأنا بالمعلومات إذا جايز نتوه، لكن نبدأ بالحب مش ممكن نتوه، لأن المسيح نفسه يظهر ذاته لمحبيه. يبدأ سفر النشيد بكلمة نشيد الأنشاد الذي لسليمان، وكلمة سليمان رجل السلام، وهو إشارة للمسيح. طبعا كتير من أباء العهد القديم كانوا بيرمزوا للمسيح، لكن كل واحد بيرمز للمسيح في ناحية معينة ولا ينطبق الباقي. يعني مثلا داود يرمز للمسيح في أنه الابن المحبوب والذي صار ملك، وأنه هو برغم أنه صغير لكنه غلب جليات، إشارة للمسيح اللي كان في شكل إنسان لكنه غلب الشيطان، وأنه هو كان ملك لكنه لم يتولى الحكم طول ما شاول موجود، ومعناها ان طول ما الشيطان مسيطر على قلبك المسيح يظل ملك لكن بعيد، اول ما يموت شاول المسيح يملك على قلبك. ومع ذلك داود سقط في زنا وسقط في قتل، ليمكن يكون في الحتة دي
بيرمز للمسيح. موسى النبي كان رمز للمسيح اللي خرج الشعب من العبودية للحرية ومن الظلمة للنور. ومع ذلك موسى ربنا منعه أنه يدخل أرض الموعد. لا يمكن يكون رمز المسيح في الحتة دي. وهكذا يعني مثلا إبراهيم أبو الأباء رمز للمسيح أنه هو جمع كل شعوب تبقى تحت إبوته، يجعل الإبوة مثل الخراب بصفة رئيس الكهنة الأعظم. لكن إبراهيم كذب في يوم من الأيام. سليمان كان رمز للمسيح كمثل باقي أباء وأنبياء العهد القديم بصفته رجل السلام، لم يكن رجل حرب، وكان ملك عظيم الشعوب كلها تتمنى تبقى في سلام معاه وتتحد به. لكن طبعا سليمان أخطأ في أنه تزوج عدد كبير جدا من النساء، ومنهم نساء أجنبيات، أجنبيات يقصد بهن أنهم كانوا من شعوب غريبة مش من شعب الله. وعلشان مشاعره الحساسة وعلاقته بزوجاته اضطر أنه هو يعبد أوثان عشان يراضي النساء بتوعه، فسقطة وحشة قوي. ومع ذلك كلنا عارفين أن سليمان هو رجل الله بالرغم من غلطته، لأن المسيح نفسه جاب سيرته لما قال تأملوا زنابق الحقل، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. لو كان سليمان هالكا كانش المسيح جاب سيرته. عشان كده بيقولوا أحيانا إن سفر الأمثال كتبه سليمان أيام مجده قوته، وسفر الجامعة كتبه سليمان وقت توبته، حس إن اللي عمله ده زي قلته وباطل الأباطيل. أما سفر النشيد كتبه سليمان وهو يشعر بغفران الله وقبوله ليه، فبيتكلم مع ربنا بطريقة فيها محبة ومشاعر. لكن سليمان يرمز للمسيح في إنه رجل السلام والملك. مؤنث كلمة سليمان كلمة شولاميت. حرف السين وحرف الشين في اللغة العبرية يتبادلة، يعني ممكن نقول يشوع هو يسوع، وموشى هو موسى. فشولاميت ممكن تتنطق سولاميت، معناها المؤنث بتاع سليمان. في إصحاح 6 يقول ارجعي ارجعي يا شولاميت، ارجعي ارجعي فننظر إليك، ماذا ترون في شولاميت مثل رقص صفين. فإذا كان العريس هو سليمان فالعروس هي شولاميت. سليمان يرمز للمسيح وشولاميت ترمز للكنيسة. والكنيسة أخذت من اسم المسيح، عشان كده اسمها الكنيسة المسيحية. زي لما يكون استير صارت ملكة لأنها اقترنت بالملك، بالرغم ان هي اصلا بنت غلبانة مقصورة مع شعبها، مش من نسل ملكي. فالكنيسة عندما اتحدت بالمسيح صار لها مسحة إلهية، مش هي الإله، الإله هو المسيح، لكن الكنيسة في ارتباطها بالمسيح صار لها مسحة إلهية. زي ما العروس اتسمت باسم العريس. وحكاية المسيح العريس والكنيسة هي العروس، الفكرة دي موجودة في الكتاب المقدس بعمق. هقرأ لكم بعض النصوص تفرح. في سر الإكليل لما بيدخل العريس ومعها عروسته من باب الكنيسة ينظر إليهم
كمثل المسيح والعذراء اللي هي بتمثل الكنيسة. عشان كده بيستقبلوهم بلحن بقوره، يا ملك السلام أعطينا سلام. ملك السلام هو المسيح مش العريس. ونودعهم بلحن شيري ماريا تيقورو، السلام لمريم الملكة. مريم الملكة هي مريم العذراء مش العروسة اللي موجودة دلوقتي. وفي أثناء سر الإكليل يلبسوا الراجل برنوس علامة أنه كهنوت البيت، يعني أنت كاهن البيت العيلة، أنت ومراتك، يعني أنت كاهن على زوجتك وأولادك، كمثل المسيح اللي هو كاهن أو رئيس كهنة الكنيسة. وفي فصل البولس بيقرأ النص اللي قدامكم دلوقتي، يقول لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. شوفوا المقارنة، والمسيح هو مخلص الجسد، كأنها رسالة للرجل أن يخلص امرأته. والمسيح خلصنا بأنه مات عنا، والراجل يخلص بيته أنه يبذل نفسه من أجله. وفي العكس بقى، كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. المقارنة جميلة، المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس. ويقولوا نصيحة للراجل أن المرأة اللي أنت جوزتها صارت جسدك، فبيقول فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه. يقوته يعني يديله أكل، ويربيه يعني ينميه، يحسن من الصحة ويحسن من أداء الجسد. قال كما الرب أيضا للكنيسة. وبعدين زي ما آدم قال عن حواء، هذه الآن لحم من لحمي وعظم من عظامي، يقول بولس الرسول لأننا إحنا أعضاء جسمه، جسم المسيح، من لحمه ومن عظامه. ويقول هذا السر عظيم، سر الزيجة، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. المسيح والكنيسة بقى نموذج لهذا السر العظيم. سفر النشيد كله بيتكلم على الحتة دي بقى. أول ما نقرأ أي كلام كده حاصل بين عروس وعريس، أفهم أنه بين المسيح بين الكنيسة، أو بين المسيح والنفس البشرية المرتبطة بالمسيح. ويقول بولس الرسول في رسالة تانية إلى أهل كورنثوس، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. إحنا لسه توك مخلصين دراستنا في كورنثوس الثاني، فتفتكروا النص ده. قلت لكم ساعتها إن بولس قايم بدور الخطبة، واحد بيقول لزميله ما اتجوزتش ليه؟ قال له صدقني ما توفقتش في بنت تناسبني. قال له عندي بنت زي الفل وتناسبك. يقول له تضمنها لي؟ قال له اضمنها لك. يجيبهم يعرفهم على بعض ويرتبطوا ببعض. فبولس الرسول بيقول انا خطبتكم للمسيح، وقلت قدام المسيح ان الكنيسة بتاعت كورنثوس عذراء عفيفة. عذراء عفيفة معناها إيمانها نقي، ومحدش أفسد هذا الإيمان أو غير فيه. فلما جم ناس يغيروا الإيمان قال لهم أنا ضمنتكم قدام ربنا، ما تحرجونيش، أغار غير الله عليكم. فمنظر جميل أن الكنيسة تصير عروس للمسيح عذراء عفيفة. يوحنا في سفر الرؤيا يقول وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة
كعروس مزينة لرجلها. كنيسة نازلة من السماء معناها منشأها سماوي، كل حياتنا في السماء، ومدينة مقدسة معناها ما فيهاش خطية، وجديدة معناها ما فيهاش حاجة قديمة بايظة، وشكلها زي عروسة مزينة لرجلها. أدي منظر الكنيسة في سفر الرؤيا. سوري. ويقول في آخر إصحاح في سفر الرؤيا: والروح والعروس يقولان تعالى. هنا الروح هو الروح القدس، والعروس الكنيسة. وبيقولوا لمين؟ بيقولوا للمسيح تعالى. أمين تعالى أيها الرب يسوع. أو برضو الروح القدس والكنيسة بيقولوا للناس تعالوا، بتقول لكل واحد تعالى، تعال عشان تتمتع بالعرس السماوي. ومن يسمع فليقل تعالى، برضه هيبقى نفس المعنيين. أي حد بيسمع الكنيسة وروح القدس بيقول للمسيح تعالى، نقول له أنت كمان قول معانا للمسيح تعالى. أو طالما أنت سمعت تعالى احضر معانا الكنيسة وتناول، قول للآخرين تعالى. ومن يعطش فليأتي، ومن يريد فليأخذ ماء. هنا في النص ده أن الكنيسة اسمها العروس. ومن النصوص الجميلة في العهد القديم في أرميا وأشعيا وهوشع، أرميا يقول: اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا هكذا قال الرب. ربنا بيقول إيه لأورشليم؟ أورشليم هي كنيسة، وإحنا في العهد الجديد اسمنا أورشليم الجديدة أو أورشليم السمائية. فنفس المشاعر اللي كان الله بيوجهها نحو الكنيسة في العهد القديم هي بيوجهها لنا إحنا الآن في العهد الجديد وأكتر. قال لها هكذا قال الرب: قد ذكرت لك غيرة سباقي، محبة خطبتك، ذهابك واقف البرية في أرض غير مزروعة. النص ده عامل زي ايه؟ واحد متجوز واختلف مع مراته، اتخانقوا مع بعض وشدوا شعر بعض وعملوا العمايل اللي انتم متعودين عليها دي. وبعدين قعد مع نفسه يقول برضو انا ما يصحش اللي عملناه ده. فراح قال لها: طب ما تزعليش مني، انا متأسف، انا افتكرت ايام ما كنا بنحب بعض، وايام الخطوبة، وايام ما كنا بنتفسح، وايام ما قلنا كلام حلو، وايام ما كنت انا معياش فلوس وانت وقفت جنبي وقفة كويسة، فانا مسامحك لكل اللي عملتي. هي طعنت وتقول له: في الحقيقة مش انت الغلطان، انا اللي غلطان. ويتصالح ده لما يكونوا اتنين متجوزين، مش حال بقى ربنا مع الكنيسة. فبيقول لها ايه؟ ذكرت لك. طبعا كان ساعتها في زعلة كبيرة بين ربنا وشعبه في العهد القديم لانه بيعبدوا اوثان، بس ربنا عامل زي الراجل الطيب اللي بيتلكك عشان يصالح مراته. هي غلطان، لكن هو عايز يلم الدنيا، فيفتكر لها حاجة حلوة. لها: طيب انا برغم اللي حصل، لكن انا ما انساش ان انت انسانة كويسة ومخلصة، مش هلاقي زيك. قد ذكرت لك غير سباقي، لما كنت لسه صغيرة طالعة من ارض مصر، محبة خطبتك، ايام ما كنا مخطوبين، ذهابك ورائي في البرية، لان خرجوا من ارض مصر اللي مليانة بالخير، نهر النيل والزرع والجمال بتاع مصر ده، وعاشوا في برية سينا 40 سنة. سينا دي برية صعبة، مليانة جبال، مليانة رمل، وما فيهاش أي نوع من الخيرات. فقال لها: أنا مش نسيلك الحتة دي، ذهابك ورائي في البرية
في أرض غير مزروعة. المهم هي المشاعر، قد إيه ربنا بيتعامل مع كنيسته على إن هي عروسته. ويقول أشعياء: كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك، هي تبقى العروس، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. يتزوجك بنوك معناها نتحد بالكنيسة، احنا أولادها، نبقى جواها كيان واحد عشان نبقى عروس للمسيح، والمسيح فرح بينا فرح العريس بالعروس. أنا ليه بذكر النصوص دي النهاردة؟ عشان لما نيجي في الأسابيع الجاية نكلينا عمر وندرس، نبقى فاهمين أن كلمة المسيح عريس مش غريبة، وأن الكنيسة عروس برضو مش غريبة، دي مذكورة كتير في الكتاب المقدس. في سفر هوشع ربنا يقول للكنيسة: أخطبك لنفسي إلى الأبد، وعد، أخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراح. ليه؟ لأن العدل والحق ما نستاهلش حاجة خالص، الإحسان والمراحم هيدينا من عنده، إحسان علينا ورحمة لينا. لكن لو قال إحسان ومراحم بس هيبقى فيها نوع من الإهانة. يعني عايزكم تتخيلوا واحد بيقول لبنت: على فكرة أنا جوزتك أساسا شفقة عليك، لولا أن أنا جوزتك كان زمانك في الشوارع، شكلها وحش. فهو قال أنا هخطبك بالإحسان والمراحم، قبل ما يقول الإحسان والمراحم قال لها بالعدل والحق، أنت تستاهلي العدل، أن أنت تستاهلي تكوني عروسة للمسيح، والحق، بس في الحقيقة يعني هي كمان بالإحسان والمراحم. أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب، يبقى في نوع من العلاقة الجميلة اللي فيها معرفة حقيقية. برضو راجع تاني، مش معرفة الكتب لكن معرفة الحياة، معرفة الحب. يعني مفيش بنت في الدنيا وتبقى عارفة من ان في كتاب اتكتب عنه، فقعد او دخلت على النت دورت عليه قالت لا ده حلو كويس. المعرفة دي مش كافية، لكن لما يكون في علاقة وعشرة وحياة تبقى عارفة. ولعلمكم في بعض الناس عايشين مع بعض مش عارفين بعض، تلاقي الراجل غامض وهي مش بتتحاور معاه، او الحوار دايما يبقى في خناقة فقاعدين مع بعض كأنهم في لوكاندا، والحياة مش جميلة لان مفيش معرفة حقيقية. الله يريدنا ان نعرفه معرفة الحب والشركة. والسيد المسيح يأكد على حكاية العرس والعريس والعروس في أكثر من مكان. يعني مثلا قال: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. الملك هو الآب والابن هو العريس، والعروسة هي الكنيسة، والحفلة بتاعت العرس مدعو ليها كل البشر عشان يتحدوا بالمسيح. المثل اللي قال فيه ساعة ما جهز الحفلة بعت يجيب المدعوين قالوا اعتذروا مش فاضيين لك، فدخل ناس من الشوارع، وبعدين كان في واحد مع الهوس ثياب العرس فطرد خارج. وبرضه ما ننساش مثل العذارة الحكيمات والجاهلة، يشبه ملكوت سماوات 10 عذارة أخذنا مصابيحنا خرجنا لاستقبال مين؟ العريس. يبقى المسيح هو العريس، والعذارة الحكيمات هي النفوس المستعدة، والجاهلات هم اللي ضيعوا فرصتهم. ولما سئل المسيح: ليه تلاميذك مش بيصوموا؟ يعني جايز يشبه ملكوت سماوات إنسان ملك صنع عرس لابنه، نقول ما جابش سيرة المسيح، ملك وابنه، ما المسيح بالتفسير هنا لما قال 10 عذارة عشان يحضروا العرس
ما قالش العرس بتاعي. لكن هنا لما سألوا المسيح ليه تلاميذك مش بيصوموا، قال لهم هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مدام العريس معهم؟ ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون. يبقى واضحة هنا بيشاور على نفسه هو العريس. وهذه الحقيقة أيضا قالها يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان أول ما ظهر كده وبدأ يتكلم والناس تجري وراه وتسمع له وتتعمد منه، كل الدنيا ظنت أنه المسيح. وجم مرة بصراحة سألوه هل أنت المسيح؟ قال لهم لا. طيب ما بالك تعمد إن كنت لست المسيح؟ قال لهم لا، أنا بعمد بماء للتوبة، لكن يأتي بعدي من هو أقوى مني اللي هيعمد بالماء والروح، بقى المعمودية الحقيقية. يعني مش أنت المسيح؟ قال لهم لا، من له العروس فهو العريس. أما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذن فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. هنا برضو يوحنا المعمدان كان قايم بدور الخطبة، قال للناس في عريس جاي حلو ليكم ارتبطوا بيه. طب ما انت حلو اهو، العروس تبقى عريس. انا صديق العريس، انا افرح فرحا من اجل صوت العريس، فرحي قد كمل ان المسيح جه وانت شفتوه وتعرفتوا عليه. ينبغي انا ذاك يزيد واني انا انقص، يعني ايه؟ في المثل اللي انا قلته بتاع بولس الرسول اللي عمل نفسه خطبه، لما يجي واحد يقول لزميله انا عندي عروسه ليك، معناها ان هو يعرف العروسه، العريس ما يعرفهاش، بيعرفها على واحده ما يعرفهاش. طب بعد ما يتعرفوا على بعض، مفروض المعرفه اللي بين صديق العريس مع العروس تكتر، ولا معرفه العريس مع العروسه تكتر؟ قال ينبغي أن ذاك يزيد. أنا أعرفها كويس، بس معرفتي ليها تبقى بتبتدي تقل عشان أنت تعرفها أكتر ما أنا أعرفها. أنا عرفتكم على بعض وهنسحب. ودي نفسية كل خادم أمين في الكنيسة. الخادم في أي رتبة، كهنوتية ولا شمسية ولا خدمات، اللي عايز يكوش على الناس يبقوا بتوعه بيلغي العريس. دول ولادي، دول فصلي، دول كنيستي، دول شعبي. وفي المسيح ما يقولك المسيح ما يرضوش اللي بيعملوه ده، دول انا تعبت فيه. طب والمسيح ولا موجود في الصورة؟ يوحنا المعمدان قال لا، دول بتوع المسيح مش بتوعي، انا قدام بوصلهم المسيح واشوف غيرهم وافرح بنموهم في معرفه المسيح. ينبغي ان معرفه المسيح عندهم تزيد حتى لو كنت انا انقص، لان المسيح هو العريس. وبالمناسبه دي طبعا كنت شرحت لكم زمان ان يوحنا المعمدان لما قال ان انا غير مستحق ان احل سير حذائه، هي حكايه مخلوع النعل. إن لما يكون في واحد مفروض يتجوز بنت بحسب الناموس ويرفض، بيجي حد اللي هو الولي رقم 2 يخلع نعله، يبصق في وجهه ويصير عار في كل إسرائيل إنه ما بناش بيت أخوه، ويبقى اسمه بيت مخلوع النعل. فكأن المسيح بيقول، يوحنا المعمدان بيقول، العريس الأولى بأنه يتجوز البنت دي هو المسيح. لو أنتوا خلتوني أنا أرتبط بيها، معناها هخلع نعل المسيح، وأنا ما أقدرش. مش ممكن يكون المسيح مخلوع النعل ويوحنا هو العريس. وعشان كده أبونا الكاهن لما بيجي عند الهيكل بيخلع النعل عشان يقول أنا مخلوع النعل، لكن المسيح هو العريس.
ومن النصوص الجميلة في سفر حزقيال المسيح بيقول للكنيسة: فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب. النص ده مشهور. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك. التعبير بتاع بسطت ذيلي عليك يعبر عن الزواج أو دخول في عهد الزواج، إن أنا سترتك زي ما حصل في قصة روث. وحلفت لك، الحلف ده بتاع عهد الزيجة. ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي، بقيت بتاعتي. فحممتك بالماء اللي هو ايه؟ معمودية. وغسلت عنك دمائك اللي هي الخطية، ومسحتك بالزيت اللي هو. وطبعا لما تقروا بقية الإصحاح في حزقيال 16 تلاقي بقية الأسرار، بس أنا ما جبتش بقية النص لأن نهايته مش حلوة. قال لها: بالرغم أن عملت كده، لكن أنت اتكلت على جمالك وسبتيني ورحت لآلهة أخرى. لكن يهمني في الحتة دي أن المسيح هو عريس الكنيسة. في سفر الرؤيا يقول: لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. هنا الخروف ده اسم كناية عن المسيح المذبوح من أجل الكنيسة. امرأته هي الكنيسة هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. يعني إيه؟ أي عروسة في يوم زواجها بتتزين وبتلبس وبتعمل حاجات جميلة في وجهها وفي ملابسها. طب إيه الزينة بتاعت الكنيسة العروسة الجميلة؟ قال: تبررات القديسين. يعني حتى فوق دماغها قديسين، وفي ودانها قديسين، وفي صدرها قديسين، وفي ايديها قديسين، كلها متجملة من فوق لتحت بالقديسين وفضائلهم. وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. يا بخت الناس اللي هيروحوا يحضروا هذه الحفلة العظيمة في السماء. وقال: هذه هي اقوال الله الصادقة. يعني دي هتحصل فعلا. إذن ملخص السفر، سفر النشيد، هو حوار حب بين العريس المسيح والكنيسة العروس. ولما حد يقول لك لا، ده كان بين سليمان وبنت بيحبها اسمها شولاميث، قل له: الكلام الموجود في السفر زي ما هندرسه لا يمكن يكون بين راجل وبنت بيحبها او بنت وتحب جوزها. يعني مثلا العروس بتاع سفر النشيد بتفتخر بان كل العذارة بيحبوا عريسها. تقول له: اجذبني وراءك فنجري، هجيب لك كلهم معاي. ازاي الكلام ده؟ وهو يقول للعروس: شعرك كقطيع ماعز. التشبيه ده. اسنانك كقطيع جزائز. جزائز معناها الخرفان المجزوزة اللي هي حلقن لها الصوف بتاعها. عنقك كبرج داود المبني للأسلحة. تشبيهات مش ممكن تليق ببنت جميلة. أنت مرهبة كجيش بألوية. في حد يقول لعروسته كده؟ أنفك كبرج لبنان. إزاي يعني؟ فكل التشبيهات اللي موجودة كلها ليها معنى روحي ولاهوتي جميل، لكن لا يمكن يكون غزل في الجسد. حد شيء يقبل كده؟ مش معقول عروسة تطلب من عريسها إن فلان يقبلها، ليقبل بقبلات فمي لأن حبك.
مش معقول عروسة تطلب من صاحبتها يدخلوا يصحوا العريس، أو مرة تقول لهم ما تصحوهوش. إزاي الكلام ده؟ كل حاجة لها معنى إلا أنه يكون المعنى جسدي. طبعا جنب العروس والعريس في شخصيات تانية في السفر زي العذارة، وهي النفوس اللي بتحب ربنا. بنات أورشليم، بنات صهيون، هي النفوس اللي لسه عايزين نعرفها بربنا. أخت للعروس صغيرة اللي هي الأمم اللي عرفوا ربنا متأخر وهم لسه صغيرين في القامة الروحية. أصدقاء العريس ويقصد بهم الملائكة والسمائيين اللي بيفرحوا إن المسيح يرتبط. طبعا العذارة المذكورين في سفر النشيد، الإنجيل يكمل إن في منهم حكيمات في منهم جاهلات. كمان من ضمن الشخصيات اللي بانت في السفر الحرس الطائف في المدينة. مفروض الحرس الطائف في المدينة زي العساكر اللي بيحرسوا البلاد أثناء الليل لألا الحرمية أو قطاع الطرق أو غيره يعني يتعبوا الناس، فبيرمزوا لخدام الكنيسة اللي بيرشدوا النفوس إلى المسيح، وهم أدوات في يد الله يكشفوا بيها النفس علشان ترجع للمسيح. عشان كده لابد من فهم سفر النشيد على مستوى رمزي. هناك أوصاف للعريس وأوصاف للعروس لا يمكن تنطبق على حاجة بشرية، لكن هي فعلا المسيح الإله والكنيسة عروس المسيح. أنا شخصيا متشوق أن أدرس معكم سفر النشيد، وأرجو أن تشاركوني في هذا التشوق. وإن كان لنا عمر الأسبوع الجاي نبدأ في الإصحاح الأول. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.